بوطير مرحبا. شكرا جزيلا. رئيس جمعيه تحالف حكام خليفره جيت خليفره في بلال، تتنظموا اليوم هذا الدوري يعني اللي يستافدوا منه اطباء مهنيون، اطباء محامون وحكام عصر العصبه اضافه الى مراكش. اكيد انه سجل في اطار اكت فور كوميونيتي، في اطار سلسله من دوريات كره القدم منظمه لصالح الشباب لصالح الاطفال لصالح المهنيين بمدينه خليفقة. هذا الدوري في نسخته الرابعه كما قلت تجمع السنه اربعه فرق، هي فريق تحالف مهندسي واطباء مجمع الشريف الاطفال، فريق جمعيه الشباب المحامين بخليفقة، فريق جمعية التحالف حكام جهاز بن منا بخليفرة، وكضيف شرف هذه السنة استدعينا لدوري فريق جمعيات حكام الجميع. إذا كما قلت من أهداف الدوري أنه التنشيط الرياضي وتقوية العلاقات الرياضية بين الأشخاص بين الأفراد بين اللاعبين اللي تنتموا إلى قطاعات مختلفة، وأيضا تنفيذا كما قلت هو للبرنامج الرياضي الذي وضعته الجمعية، وأيضا في إطار انفتاحها وإطار تنشيطها للبرنامج الرياضي الذي يضعه مجمع الشريف صفات في إطار أكت فور كوميونيتي اللي سجلنا في هذا الدوري كنشاط مجموعة من الأنشطة اللي غادي ننفذوها إن شاء الله تعالى سواء في نهاية الموسم الحالي أو خلال الموسم القادم إن شاء الله تعالى مع الخطب الرياضي الذي استحدث مؤخرا. نعم. بغيتك تقربني شوية من العصبة ديال الحكام. واحد عصبة التادة لكرة القدم هي عصبة تضم تضم عدة لجان من بينها لجنة التحكيم، لجنة جهوية للتحكيم، وهذه الجمعية ديال حكام عصبة التادة التي تضم من بين منخرطيها حكام عصبة التادة وأيضا حكام غير وأيضا منخرطين غير حكام، هي جزء من اللجنة الجهوية للتحكيم وتحت سلطة العصبة التادة لكرة القدم. نعم شكرا. استاذ رمضاني مرحبا. اليوم تتشاركوا في هذا الدوري اللي منظمه العصبه ديال الحكام او التحالف ديال الحكام على مستوى العصبه، وربما في فرق على ما اعتقد، كاين الاطباء كاين المحامون هيئه محامي خليفقة كاين المهندسون ديال لو سي بي وكاين الحكام. اعطينا واحد اولا الشعور ديالكم وتقييمكم لهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد انه محامون هيئه خليفقة يشاركوا اليوم الى جانب مهندسين واطباء مجمع الشريف الصفات وكذلك حكام خليفرة بن ملال وكذا الحكام الجنوب منطقه مراكش. اكيد ان هذه بالنسبه لنا نعتبروها احنا قيمه مضافه اللي من خلالها نخلقوا واحد النوع من التواصل مع باقي القطاعات المهنيه الاخرى. اكيد انه اليوم كما كتشوفوا هذه الصبيحه هي رائعه، لعبنا واحد الاقصائيات اللي هي تحت زخات مطريه، كان هناك تواصل جيد مع اللاعبين. اكيد انه الحمد لله كنتمناو انه بالنسبه لنا احنا كمحامون اننا هذه بادره طيبه من طرف جمعيه تحالف الحكام اللي تنتمناو ان شاء الله انها تكرس بشكل سنوي، اللي هي نخلقوها كما قلت بانها بادره من خلالها خلقنا واحد النوع من التواصل. استاذ خالي رمضاني شكرا على التصريح. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس.